نيرفز. مدينه بوزنيقه او خارج بوزنيقه كنعرفونا بعض المدن في المغرب بحال مدن الشمال مثلا شفشاون اللي تيقوموا بالزين ديال الاحياء ديالهم. حنا الفكره ديالنا كانت على اساس الزين ديال الحديقه اللي كما كتشوفوا بطبيعه الحال بفضل الله وحمده هذه الحديقه هذه ولات تحولت من نقطه سوداء الى واحد المكان اللي كيتجمعوا فيه الناس والاهالي والسكان والاسر ديال حي الرياض وكيجيو الناس من احياء اخرى باش يجيو لهذه الحديقه هذه. فهذه الحديقه كانت واحد نقطه سوداء كيتجمعوا فيها المتشردين كانت انار فيها ما موجوداش كان فيها الزبل كان فيها مجموعه من الاشياء السلبيه. فالشباب بطبيعه الحال داروا يد في يد وقاموا بطبيعه الحال بيساهموا بقليل وكثير درنا مساهمات ذاتيه كنا عطى 20 درهم كنا عطى 50 درهم كنا عطى 100 درهم ساعدونا بعض المحسنين في شراء الصباغه في شراء بعض المستلزمات ديال النظافه. كيف ما كتشوفوا الحمد لله الحديقه تحولت من نقطه سلبيه الى واحد المكان اللي كيتجمعوا فيه جميع السكان حي الرياض. وشكرا. الدراري اللي قاموا بهذه المبادرة ضد جائحة كورونا لزينوا لزينوا حديقة الرياض اللي كانت مهجورة لسنين اللي كانت مهجورة لسنين وأعوام لسنين وأعوام كانت كتير كتقريسة وفاعي بفضل الله كانوا كيريحوا فيها غير المتشردين وكانوا كيسكروا ودابا شوفوا دابا صايبوها هاد الشباب صايبوا هاد الحديقة وزينوها ورسموا جاج على وجوه الأطفال ودرنا عليهم الألعاب كما كتشوفوا الدراري راهم كيلعبوا وكما كتشوفوا واحد نقطة أخرى دابا راه ولاو عباد الله كيترزقوا كيجيبوا ترزقوا الله في هاد الحديقة كما كتشوفوا معانا مول كبول راه هو والدراري مريحين في الجردة هما راهم الدراري عاوتاني كيلعبوا وكنبغي نشكر الدراري اللي قاموا بهذه المبادره وكنبغي نقول للناس نوضح واحد النقطه كنبغي نقول لهم انهم يحافظوا على هذه الحديقه يحافظوا عليها باش تبقى زوينه ولا بغاو يطلب من الناس يجيو يعاونونا بالدعم يا اما الصبال ديال الصباغه يا اما هما يجيو يشوفوا شنو خاصنا ويمشيو يشريو لنا الصباغه. برافو. بغيناك الاخ باعتبارك من المتطوعين ومن الفعالين في هذه المبادره الطيبه وانا كزائر من زوار ديال بوزنيقه صراحه اثر في هاد الروح الوطنيه وروح ديال الانتماء لمنطقه بوزنيقه او مدينه بوزنيقه. اشنو النداء ولمن باغي توجه النداء ديالك في بعض كلمات ان شاء الله؟ اول حاجه بعدا كاين قبل الاسم الدابي محمد من مواليد 1991 شهر 4 نهار 8 لبرج الحمل كنسكن مدينه بوزنيقه زاديت انا كبرت انا الحي ديالي حي الرياض. المهم قبل ما تكون فكره
كان عندنا واحد الهدف هي التوعيه ديال الناس. حنا درنا هاد الحوايج اللي كاينين في مدن كبار، الناس ديال بوزنيقه لا بغى يتصور مع شي تحفه خصو يمشي للشمال ولا يمشي لافران باش يتصور مع سباع، ولا يمشي لشي بلاصه يمشي لمراكش يتصور مع شي لعيبات كاينين تماك مناره كتبيه. حنا حاولنا نديروا هاد الحديقه نديروا فيها شي شحاف بحال تمساح بحال فلوكه بحال حوته. فكره وين؟ السلام عليكم، معكم الدابي محمد، انا شاب من شباب مدينه بوزنيقه. كنا تطوعنا انا وكباقي الشباب ديال حي الرياض، وقدرنا نرجعوا هاد الحديقه اللي كتشوفوا على الاعين ديالكم، قدرنا نرجعوها حديقه فيها تحف فيها شي حوايج زوينين بزاف. يقدر بنادم يجي ما عرفش منين يجي يتصور مع هاد الحوايج اللي صايبنا. وحنا قبل ما يكون عندنا هدف باش نزينوا الحديقه ديالنا، الهدف ديالنا اللي عندنا دابا والمبتغى ديالنا هو الانسان يتحضر، ما يبقاوش يلوحوا الازبال في الارض. حاولنا نجمعوا فلوس ونديروا لهم بوبيلات وكل شيء، وهاد الفكره اللي درنا حنايا بغيناها تكون عبره للجميع باقي المدن المغربيه اللي باقي ما داروش، حيت كاينين شي جرادي في مدن مغربيه مدن قريبه غير البوزنيقه مثلا بسليمان. والكلمه الاخيره ديالي اللي بغيت نوجه هو بان الناس او الشباب ماشي الناس، الشباب لا بغاو يديروا شي حاجه، بغاو يديروا شي عمل تطوعي، ما يبقاوش يتسناو في المسؤولين ولا شي حاجه، ما يبقاوش يتسناو في الوعود ديال المسؤولين، ينوضوا ويديروا، يحاولوا يسيروا ريوسهم بريوسهم. لا داعي غنبقى نتسنى في واحد يعني غيجي يدير ليا، لا ما كانش في الاستطاعه ديالو ولا ما كانش هو باغي يدير ليا، انا غادي نبزز عليه ولا غادي ندير شي حاجه نوض. بالعكس انا نوض ندير شي حاجه زوينه ونخليه هو كيهضر بيا ونحاول انا ندير هذيك الخدمه ديالو. وثقوا بيا، واحد الكلمه غادي نوجهها لكم، اي واحد كيدير شي عمل تطوعي بمصداقيه ربي كيبارك ليه فيه، وكتكون النهايه ديالو مزيانه كيف ما شفتوا في حديقه الرياض. راه الحمد لله راه ولينا كنفرحوا كنشوفوا الدراري الصغار كيلعبوا وكل شيء. كنتمنى من الناس ساكنه حي الرياض خاصه يحافظوا عليها، واللي ما حافظش عليها الهراوه.